بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة حلقة خاصة احتفالية كبيرة جدا لواحد من أبناء النادي الأهلي، واحد من المدربين الصراحة اللي أثبتوا كفاءتهم بدرجة قدير جدا. مشروع مدرب على أعلى مستوى نجح مرة أخرى أنه يعود بكتيبة حرس الحدود للمرة الثالثة في تاريخهم للدوري الممتاز. النهاردة بنحتفل مع حضراتكم بصعود فريق حرس الحدود، وطبعا نجومه الكبار كابتن النادي الأهلي والمدير الفني لنادي حرس الحدود كابتن سامي قمصان. مساء الخير يا كابتن، ومنورنا وألف مبروك. مساء النور يا محمد، وسعيد طبعا بوجودي معاك، وانت عارف العلاقة اللي بيننا ومعزتك وقدرك عندي، وسعيد طبعا بوجودي في قناة الأهلي، وأشكر القناة وأشكر الإدارة وأشكر النادي الأهلي اللي دايما بيقف في ظهرنا وبيدعمنا دايما في كل وقت، ودايما التكريم لما بيجي من بيتك بيبقى تكريم جميل وكبير، فانا بشكرك وبشكر النادي وبشكر الاداره دلوقتي. شكرا على واجب يا كابتن، ده بيتك وراحتك ودايما كده تنور. ايضا معنا بعض من افراد الجهاز الفني، الدكتور احمد حيدر المدرب الاحمال ومحلل الاداء في فريق حرس الحدود. مساء الخير يا دكتور، منورنا. مساء النور يا فندم، وبشكر على الله يبارك فيك، وبشكركم على الاستضافه الجميله دي، وبشكر قناه النادي الاهلي على الاستضافه الجميله دي، الف شكر. كابتن الفريق واللاعب المخضرم كابتن عماد حلمي. مساء الخير يا كابتن، منورنا. مساء النور يا كابتن محمد، وبنشكرك على الاستضافه الجميله دي. الف الف مبروك الصعود. الحمد لله، الحمد لله. طبعا مشوار كبير وصعب طبعا. دايما هنتكلم على البدايات، والبدايات بتبقى صعبه. بصراحه اقول لحضراتكم كابتن سامي قمصان في البدايه ومنذ تولي المهمه كان في دماغه ان هو هيصعب، وكان في حوار ما بيني وما بينه في اول ما استلم المهمه، قلت له يا كابتن المهمه صعبه جدا، قال لي هي صعبه ولكن انا هصعد. الروح ديت اتنقلت لكل لعيبه حرس الحدود، شايفين ما شاء الله الصعود بفارق كبير من النقاط، فرقه كلها اغلبها من الشباب وفيها بعض من الخبرات وباقل الامكانيات. كابتن سامي، هتكلم بدايه توليك فرقه حرس الحدود، اسم كبير له تاريخ في الدوري الممتاز، اثبت جدارته وحصل على بطوله كاس مصر، حصل على بطوله سوبر مصر، وفجاه هبط. ازاي توليت المهمه وازاي حطيت المشروع ده؟ طبعا في البدايه وجودي في نادي حرس حدود كان بشكر بالمناسبه كابتن عبد الحميد بسوني، لان كان هو من الناس اللي رشحتني اكون اشتغل معاه الاول مدرب عام، ودي كان قرار طبعا نقله كبيره بالنسبه لي، اللي انا كنت في قطاع ناشئين في النادي الاهلي، الحمد لله كنت محقق بطولات في النادي، والحمد لله كان معايا فرقه 97 من الفرق المميزه جدا اللي كان فيها نجوم دلوقتي ما شاء الله، رمضان صبحي ونيدفيد واحمد حمدي، يعني فرقه ما شاء الله يعني. طبعا فكان قرار كابتن بسوني انا بشكره عليه، فرحت معاه والحمد لله عملنا موسمين كويسين مع النادي الحرس، وبعد كده جه كابتن محمد صلاح تولى المسؤوليه، وبعد كده انا مشيت من النادي، يعني خلاص اللي انا حسيت ان انا عملت دوري وكده والكلام دوت، وبعد كده سبت النادي. فاللي هو باسم رياض طبعا اللي هو صاحب انا بقول صاحب الفرحه وصاحب الانصار الكبير اللي احنا فيه دلوقتي، لانه راجل صاحب فكر كبير، قعد معانا واتكلم معانا انا وكابتن حليم، وعرض علينا ان احنا نشتغل في قطاع ناشئين، واللي في ناس كتير ما تعرفوش ان احنا لحد دلوقتي انا وكابتن حليم مسؤولين عن قطاع الناشئين، انا رئيس قطاع الناشئين، كابتن حليم نائب رئيس قطاع الناشئين. فكان هو عاوز يعمل حاله او كان عاوز يعمل منظومه جديده، ده اللي بدانا فعلا الحمد لله، يعني احنا شغالين للهدف دوت من حوالي سنه ونص بالظبط، اشتغلنا نص سنه في قطاع ناشئين، وبدانا نفكر ازاي نبني فرقه جديده للسنه الجديده، لان كان فرصتنا صعبه في الصعود. بعد كده تولينا المهمه في اخر ست ماتشات الحمد لله، حققنا ست انتصارات وتعادلنا ماتش وخسرنا ماتش، وبدانا نخطط للمشروع او المنظومه اللي احنا عملناها من بدايه السنه اللي فاتت، اختيار اللعيبه، اختيار الجهاز، تحقيق الهدف اللي احنا عاوزين نوصل له. ودايما احنا كنا بنقول ودايما كلنا كجهاز وكاداره ان الصعود دوت حاله او منظومه، وده اللي احنا تعودنا عليه في النادي الاهلي دايما، ان النجاح عمره ما يكون مرتبط بشخص، مرتبط بمنظومه. منظومه كل واحد عارف دورها وعارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وده فعلا الحمد لله اللي كابتن سامي، يعني الاداره في حرس الحدود يعني ليها نقطه ايجابيه جميله جدا، انها بتدي فرص لاولاد المكان، الناس اللي مثلته، في نفس الوقت مدربين شباب عندهم طموح النجاح، وده شفناه مع كابتن طارق العشري، شفناه مع حضرتك، دي حاجه من الحاجات الايجابيه. ما هو ده هو ده هو ده نجاح المنظومه العسكريه، اللي انت يعني انت ما بتديرش بس، لا انت بتعمل هدف،
هدفك ان انت تطلع جيل جديد من المدربين، هدفك ان انت تعمل تخلي الناس اكبر قدر ممكن من الناس ياخد فرصه يثبت ذاته ويثبت وجوده، وده الفكر اللي مش موجود في كل الادارات. وده اللي نقول يعني مش رساله لكل، لا انا اقول ده مشروع بالنسبه لنا، كان مشروع اتبناه سياده اللواء باسم رياض ومجلس الاداره بقياده اللواء رمضان واللواء ابراهيم صحن واللواء سامي صادق، اللي هم يدعموا جهاز شاب بيني ومن كابتن حليم وكابتن مكي ودكتور حيدر وكابتن اسلام يوسف ويدعموه. مش شرط بس اللي انت بس يعني تدي فرصه، لا الشرط يعني الاهميه ان الاداره في ظهرك، ودي نقطه مهمه جدا. لان انا بقول ان اذكى حاجه في منظومه الكوره دي هو اللعيب، هو بيحس امتى المدرب ده قوي، لما يكون الاداره في ظهره ولا لا، لما ياخد قرار والاداره بتاكده ولا لا. فكان مهم جدا، وده اللي حصل لنا فعلا. نادي حرس الحدود يعني فرصه كبيره لكل مدربين مصر اللي هو اشتغل فيه سواء في الدرجه الثانيه او الدوري الممتاز، فان سياده اللواء باسم يدينا المسؤوليه دي ويدينا شرف اللي انت تمثل فرقه قدر حرس الحدود دوت، كانت بتزيدنا مسؤوليه اكبر، بتزيدنا تحدي اكتر. عشان كده كنت انت حضرت معانا فتره الاعداد في البدايه، واحنا واللعيبه كان ده هدفنا، وده كان كل يوم او كل ماتش بالنسبه لنا هو ده. مش حلم، لا يعني ما بقولش حلم ان حرس الحدود يرجع تاني مكانته، لا انا بقول ده حق. ازاي تسترده بايدك وبدراعك وبفكرك وفكر ادارتك وطموح لعيبتك، هو ده اللي حصل معانا. بصراحه كمان يحسب لاداره حرس الحدود على مدار التاريخ ان اصبح فريق الحرس حتى بالنسبه للمشجع العادي لا فرقه محترمه، يعني ما بيسمع اي مباراه فيها طرف حرس الحدود لان ليه كمان خبره افريقيه، لان الحرس شارك في الكونفدراليه، فكان له صولات وجولات وكان له نجوم كبار يعني عبد الحميد بسيوني، احمد عيد عبد الملك، احمد عبد الغني، واحمد مكي، ومحمد حليم. النجوم اللي موجودين دلوقتي في الجهاز الفني دول كلهم من النجوم اللي تقدمت للكره المصريه عن طريق نادي حرس الحدود، اللي بيدي فرص كبيره جدا لكل صراحه اللعيبه وايضا المدربين. دكتور حيدر برضه عايز اتكلم مع حضرتك، ما شاء الله انتوا 70 نقطه يعني متفردين بعيد عن اقرب المنافسين وانديه كبيره جدا، انت عندك منافسه من كفر الشيخ، عندك منافسه من نادي زي بلديه المحله من اقوى الانديه في القسم الثاني، في غزل المحله، في فاركو، ازاي قدرتوا تتغلبوا على كل هذه الصعوبات؟ اولا انا استاذ دكتور في كليه التربيه الرياضيه في جامعه بنها، قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه، تخصص تدريب كره قدم. ففي واجب شكر في بدايه كلامي للكابتن سامي قمصان ان هو من بدايه الشغل بيعتمد على الجانب العلمي، من بدايه فتره الاعداد، من بدايه الهدف اللي احنا حاطينه والكابتن سامي حاططه لنا من اول يوم. وده تطور الكوره اكيد. وبيعتمد على كل الاساليب العلميه اللي احنا نشتغل عليها، حتى في شغل تحليل الاداء اللي مش موجود في كتير من الانديه، بياخد بيه تصوير من بدايه اول يوم في فتره الاعداد لبعض الشغل اللي الكابتن طالبه، تغيير في البرامج اللي احنا بنشتغل عليها من الدور الاولاني للدور الثاني. كابتن مثلا على سبيل المثال كان في الدور الاولاني بيحتاج ضغط عالي كتير باستمرار، فكنا بنوجه البرامج اللي احنا بنشتغل عليها في اتجاه اللي الكابتن عايزه وطريقه اللعب اللي هي بتخدم على الخطه بتاعته. الدور الثاني قلبنا التكتيك بتاعنا شويه الى نوع من قلب الطريقه من 4-1 ل 4-1 ل 4-2-3-1 ومشتقاتها، بدانا نغير التكتيك بتاع البرامج بتاعنا كلها. كله ارقام، كله ارقام، والارقام ما بتكذبش دايما أكيد. بتدي الصوره الطبيعيه اللي تقدر تشتغل عليها أكيد. ودي من عوامل النجاح اكيد. وحد سبيل على مسير على الارقام اللي احنا اشتغلنا عليها، احنا كنا بنعمل مثلا تحليل اداء مثلا لنسب الاداء التمرير والاستلام في بعض المباريات، وصلنا بعض المباريات نتيجه ان الكابتن بيركز على فكره الاستحواذ عشان نقدر ننتشر جوه الملعب. فوصلنا ان احنا مثلا في ماتش من الماتشات بتاع الدوري السنه دي ان احنا عملنا 331 تمريره في ماتش، التمريره دقيقه سليمه، وده الهدف الرئيسي اللي الكابتن بيبني عليه شغله ان احنا نوصل للثلث الهجومي عن طريق الاستحواذ. استحواذ ما 331 تمريره، انت بتكلمني على استحواذ جميل جدا وايجابي. والارقام دي كلها حتى في بدايه فتره اعداد في شغل التكتيك بتاع الكابتن كنا بنصوره، الشغل بتاع التكتيك بتاع الكابتن نصوره ونخلط نطلع من التصوير، الدفوهات اللي طالعه في التمرير، الاخطاء اللي اللعيبه بتقع فيها ونبني عليها ونغير البرنامج بتاعنا تاني بحيث ان احنا نشتغل عليه. فده شكر للكابتن سامي ان هو اعتمد على الجانب العلمي في كافه جوانب السنه دي بالذات، ودي كانت من اسعد السنين لحياتي في حياتي كلها. لتضارب غريب ان انا عيد ميلادي حصل في نفس يوم الصعود، فكانت سنه سعيده بالنسبه لي جدا. انت كده يعني جبت تورتتين الحمد لله، هو اللي الكابتن سامي جاب لي والله. فانا بشكر الكابتن سامي انه اعتمد عليا في الفتره اللي فاتت دي، وكابتن حليم حاجه جميله جدا 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 عندنا، فانا بشكره برضك. كابتن مكي
وكابتن اسلام يوسف مدرب حراس المرمى بحب انا اتكلم عليه شويه. كابتن اسلام يوسف من الشخصيات الجميله جدا 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 اللي دايما بيدعم الجهاز وبيدعم الشغل، فده بدايه النجاح. يعني الكيمياء اللي موجوده في الجهاز الفني شايف ان هي من اهم العوامل النجاح، والسبب الرئيسي في الموضوع دوت الكابتن سامي موسى. يعني كابتن سامي مش هقول لك حاجات بسيطه خالص، يعني نقعد يقعد يكلمنا، يعني التمرين احنا بنجي قبل التمرين بساعتين نشتغل، بعد التمرين التليفون طبعا ما بيقفلش، 9 بالليل 10 بالليل يصحينا نصلي الفجر، دي العادات المستمره مع الكابتن على طول. كل الحاجات دي كلها سببها الرئيسي نمره واحد توفيق من عند ربنا، ان ربنا هدى الكابتن سامي ان الدنيا دي كلها تبقى ماشيه في الاتجاه دوت، وتوجيهات برضك اللي هو باسم رئيس النادي حاجه فوق الخيال بامانه. العميد علاء، العميد عمرو اللي هو مشهور، وخص بالذكر العميد علاء السعداني مدير كره اللي بيتقال عليه تريشيك، حاجه محترمه، تعامل مع الناس بذوق بشياكه، كل الطلبات اللي الكابتن بيطلبها بتبقى موجوده، دي منظومه كامله. حضرتك بتتكلم كمان على تصوير وامكانيات وبعض الاجهزه، ودي برضو مش اي حد يعني بيبقى عارف قيمه يعني الحاجات ديت، لان دي من التطور لكره القدم وفكر مدرب شاب، مدرب بيحب يمشي مع العصر في كره القدم الحديثه، وده بان بشكل كبير جدا. عماد او كابتن عماد طبعا واحد من اللعيبه المخضرمه اللي عنده خبره دوري ممتاز ما شاء الله، كان ليك صولات وجولات مع فريق اتحاد الشرطه، انتقال لفريق حرس الحدود، ازاي يعني بدايه فتره الاعداد ودورك كقائد وكابتن الفرقه، يعني طموح الصعود نقلته ازاي لزمالك؟ من البدايه كده يعني بالبدايه احب اشكر عندنا يعني المنظومه عموما كلها كانت يعني السنه دي منظومه يعني كلهم تعبوا، بدايه من اللي هو باسم رياض والعميد علاء السعداني واللي هو مشهور، وكل ده تعب معانا، والجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن سامي قمصان والكابتن حليل والكابتن مكي، كل ده تعب معانا في البدايه، كانت يعني كل ده كان في ظهرنا. فتره الاعداد كانت صعبه جدا جدا جدا، لكن ربنا كرمنا وعملناها كويس جدا، فده كان سبب من اسباب النجاح. احنا تعبنا فتره الاعداد بطريقه غير طبيعيه. انت كان معاك بدايه الموسم كان في لعيبه شباب كتير ولاعيبه لسه يمكن اول مره تيجي فريق الحرس، بقالك تاني سنه صح؟ تاني سنه. كان كلامك ما بينهم ازاي انت كقائد، وعشان كابتن سامي يدي لك اشاره قياده الفريق، دي من الحاجات اللي بتادي ان انت عندك شخصيه يعني قياديه وتقدر تديهم خبرات، يعني اتكلمت معاهم ازاي؟ اتكلمت معاهم في كل حاجه، يعني الدوري الممتاز غير الدرجه الثانيه خالص، يعني كنت بكلمهم بقول لهم الدوري الممتاز هيطلعكم طلعت النقله ثانيه خالص وهيفيدكم في حاجات كتير، واللعيبه كلها كانت لعيبه رجاله وكانت عايزه، وعندنا لعيبه الحمد لله رب العالمين ما تلعبش دوري ممتاز بس، لا تلعب اهلي وزمالك. عندنا لعيبه عندها وتقدمت كمان، يعني اتطورت مع الكابتن سامي بطريقه غير طبيعيه، كانت اللعيبه عايزه، فده سبب من اسباب النجاح اللي هي اللعيبه عايزه، فربنا كرمنا. كانت بدايه برضو من فتره اعداد ان الكابتن سامي والكابتن حليم والكابتن مكي في كل تفاصيل كل حاجه كانوا بيدققوا في كل التفاصيل، كل تفاصيل بالنسبه للعيبه في كل حاجه. فانا جربت مثلا لعبت في دوري ممتاز كتير، ما جربتش فتره اعداد زي اللي عملتها في السنه دي في حرس حدود. والله من احسن الفترات اللي عملتها في حياتي. تعبت فيها جدا، وانا مراجع من فتره اعداد قلت لهم ان شاء الله هنصعد السنه دي عشان احنا تعبنا السنه. حسيت من اللي بيحصل في فتره الاعداد، وانت طبعا عندك خبره بتبقى حاسس الكيرف هيمشي في اي حته. حسيت واللعيبه كلها كانت عايزه، فده من سبب من اسباب يعني النجاح اللي اللعيبه عايزه، فعشان كده ربنا كرمنا يعني الحمد لله. ودي من الحاجات طبعا المهمه. كابتن سامي العامل النفسي، وبرضو ابتديت تشكل فرقه فيها لعيبه او معدل الاعمار قليل، وده بيبقى في شغل نفسي وعامل نفسي عشان تدي طموح الصعود، اشتغلت ازاي على الحته النفسيه؟ احنا الناحيه الفنيه برضو لسه هنتطرق اليها، لان ما شاء الله واخد عندك احسن هجوم، انت 70 نقطه كابتن لحد دلوقتي، عندك احسن هجوم 29 مباراه 22 فوز 4 تعادلات فقط 3 هزايم، عندك 42 هدف ويمكن تاني احسن دفاع، كل هذه الامور كان هبتدي معاك بالعامل النفسي لان انت ركزت عليه في بدايه محاضراتك، قدرت توصل له للعيبه ازاي؟ لا طبعا تكمله لبيت الجهاز، احنا اول برضو فرقه عندنا دكتور نفسي. عندنا دكتور نفسي بيشتغل في النقطه دي بالذات. حضرتك اللي طلبته ولا هو كان موجود؟ لا احنا طلبنا من ست اللي هو باسم، هو الراجل اللي جابه لنا. بس يعني برضه ست اللي هو ما بتاخرش. لا ما بتاخرش. طلب. ما هو ده الفكر، يعني هو ده الفكر، ان انت يعني انا بقول ان عشان تنجح لازم تاخد بكل الاسباب المتاحه قدامك.
انا مش هقدر اشتغل في كل النواحي دي، لان اللي هيشتت نفسه في كل الامور دي، فنيه وبدنيه وخططيه ونفسيه، مش هتقدر تلاقي وقت لكل ده. انما لما انا مؤمن جدا بالتخصص، مؤمن جدا ان كل واحد ربنا مدي له حاجه غير التاني، عشان كده هو اسمه جهاز. الجهاز ده اللي هو بيكمل بعض. انا عندي قصور في النواحي البدنيه، دكتور حيدر يكملها. قصور في النواحي النفسيه عندنا الدكتور عربي شمعون، دكتور استاذ يعني ما شاء الله، يعني ساعدنا جدا وساعد اللعيبه جدا، كان بيبقى على طول في تواصل بيننا وبين بعض، في اجتماعات بين اللعيبه على انفراد، في حاجات احنا بنطلبها منه، ازاي اللعيبه يلعب تحت ضغوط، ازاي يبقى عنده استمراريه المكسب، ازاي اللعيب لو لا قدر الله حصل اخفاق ازاي يتعامل معاه، لو لعيب كان مستوى وحش في ماتشات معينه ازاي يقدر يتعامل معاه ويرجع حالته تاني. فكان الحمد لله ده تكمله للجهاز، وده تكمله للفكر اللي انا بقول لحضرتك عليه، تفكير مجلس الاداره ازاي يفكر باسلوب علمي عشان تاخد بكل الاسباب. عشان انا بقول عشان لما تيجي تقول يا رب ربنا يوفقك، مش معقول هتاخد بكل الاسباب ده وربنا ما يوفقك، وربنا ما يوفقكش، لان هو دايما ربنا بيقول لك انت اسعى اشتغل وتعب واجتهد، التوفيق ده انا هجيبه لك. هو ما شاء الله يا كابتن انت كمان بتكلمني على مذاكره، بتكلمني على تطور وتخصصات، لان احنا للاسف يعني برضو احنا بندي النهارده بندي روشته لاي مدرب عايز ينجح، لان للاسف عندنا في بعض الاوقات المدير الفني بيبقى حاسس ان هو ممكن او قادر ان هو يعمل كل حاجه بنفسه، وده مش صح. يعني التخصصيه اللي بيتكلم عليها كابتن سامي، بيتكلم عليها كابتن حيدر، وحتى كابتن عماد حلمي قائد وكابتن الفرقه، كل التخصصات اللي موجوده في الجهاز الفني لفريق حرس الحدود واللي وفرها مجلس الاداره هي اللي ادت للصعود. دي الحاجات المهمه جدا. تكمله برضو اللي حضرتك قلته، احنا اول ما الدكتور العربي ده جه معانا وعاش معانا فتره، هو قال لي انا كنت متخوف منك جدا، لان معظم الناس قالت لي اللي مدربين الكوره ما بيحبوش حد نفسي يخش فيها. فلما الراجل عاش معانا واشتغل معانا بقى واحد من المنظومه، راجل ما شاء الله يعني. بس سياده العميد علاء السعداني مدير الكوره بفريق حرس الحدود، مساء الخير يا فندم والف مبروك. مساء الخير يا استاذ محمد، وبمسي على الكابتن سامي وبمسي على الدكتور حيدر وكابتن عماد حلمي. يعني هم طبعا بيحيوا حضرتك، ويعني صراحه مجهود كبير جدا، مشروع مهم جدا لفريق حرس الحدود مره ثانيه، مش بس يعني انه يصعد مره اخرى للدوري الممتاز، ولكن لعوده هيبه فريق حرس الحدود يا كابتن. تمام يا كابتن، هو الله يبارك فيك اولا يا استاذ محمد، وبشكرك جدا على المداخله الجميله دي. انا بس في البدايه زي ما الكابتن سامي هبدا من زي ما الكابتن سامي قال، هو مشروع، هو مشروع تبناه تتلوه باسم من فبراير 2017، يعني من حوالي اكثر من سنه ونص. نعم. ان هو مؤمن جدا جدا بقدرات الكابتن سامي، مؤمن جدا جدا بفكره ورؤيته، وان الشباب هم هم الاساس في اللي جاي. وبعدين الكابتن سامي مش شباب، الناس تقول شاب شاب شاب، هو يعني راجل جميل قوي ومطلع جدا ويعني وفاهم جدا وعنده رؤيه كبيره. ده حقيقي. فبالتالي هو بدا المشروع من هنا، بدا المشروع من ان هو مؤمن بقدراته. فالراجل مسك اخر 6 ماتشات في الموسم اللي فات، وكلفه بان هو ان شاء الله باذن الله يكون الفريق في الموسم اللي جاي. زي ما هم قالوا لك والكباتن قالوا لك، احنا تعبنا جدا يا محمد فتره الاعداد، عملنا فتره اعداد قاسيه جدا جدا، وكان قدامنا اتجمعنا في 1/7 وكان قدامنا هدف واحد بس، اللي هو ايه الصعود؟ ايه الحاله دي؟ لازم نوجد حاله. من اول يوم قلنا كده، قلنا لازم يبقى في حاله. الحمد لله في حاله حب، من عندنا غرفه خلع ملابس يا استاذ محمد تدرس فعلا والله، تدرس في الحب ما بين الكابتن سامي ولاعيبته، وما بين الجهاز الفني والاداري اللعيبه. الحمد لله سنه كامله ما فيهاش اي ادنى مشكله، ما عندناش وده بان مشكله في اي حاجه. اللي حضرتك بتقوله بان يمكن في حتى فرحه هدف الصعود، يعني كانت باينه جدا. يعني كله قريب من بعضه. الحمد لله والله، ده الحب بصراحه. طب سياده العميد، انا عايز اسال حضرتك الصعوبات، اصعب المحطات اللي واجهتكم عشان تصعدوا مره اخرى للدوري الممتاز مره ثانيه. اصعب المحطات يا دكتور يا استاذ محمد، احنا بعد 5 ماتشات من الدوري كان عندنا 9 بنط. نعم. دي ماتش بعد ماتش كوكا كولا، ده يعني كان فترة صعبة جدا، اللي عشنا اسبوع قاسي جدا. وقلنا اللعيبة واجتمعنا مع بعض الجهاز الفني والاداري مع اللعيبة، وقلنا اللي عندنا 5 ماتشات في شهر نوفمبر، ودي بداية الصعود. يعني هو ده بداية الصعود، 5 ماتشات بتوع نوفمبر دول كابتن سامي يفتكرهم، اللي قلنا ال5 ماتشات دي بعد نهاية نوفمبر احنا يعني سيادة العميد البداية كانت صعبة، البداية كانت فيها بعض الصعوبات، ما كانتش ماشية سالكة،
وفي نفس الوقت انتوا قدرتوا ان انتوا تجمعوا نفسيكم مره ثانيه وتبقى في يعني نقطه انطلاق. طبعا طبعا، وهو ده كان، هو ده كان الحمد لله اللي في تكاتف وفي تفاهم ما بيننا وبين بعض، وفي ايمان بالمشروع، بالمشروع دوت، المشروع ده ان شاء الله هننجحه، وهو ده اللي كان ده الاساس. فعشان كده ربنا كرمنا في نهايه نوفمبر يا استاذ محمد، كنا احنا اول مجموعه، وبعد كده كبير. انا عايز اقول لك رقم واحد يا استاذ محمد، احنا بقى الحمد لله 18 مباراه ورا بعض، 14 فوز و4 تعادل. يعني انا عايز اقول ده رقم ممكن الناس ما تاخدش بالها منه كتير، ولكن رقم كويس جدا، رقم ايجابي جدا للكابتن سامي. 18 مباراه ورا بعض، اخر ماتش اتهزمنا فيه كان من ابو قير في الدور الاولاني، يعني دي كانت فتره كبيره من اخر خساره للخساره اللي بعديها، وده بيبين المستوى في الاداء. سياده العميد، انتوا عملتوا كام صفقه في السنه دي؟ على خلال الموسم كله. على خلال الموسم كله احنا ابقينا على 11 لعيب من الموسم اللي فات، واضفنا 14 لعيب. 14 لعيب اخترناهم بعنايه كامله، اخترناهم شفنا ما سمعناش على اللعيبه، شفنا اللعيبه. نعم. بلس ان احنا في نهايه الدور الاولاني عملنا حوالي 7 صفقات تاني، كانوا اضافه كبيره جدا جدا للفريق في الدور التاني. طيب انا برضو عايز اسال لحضرتك ان كابتن سامي بيحب المعسكرات، يعني بيحب دايما يقفل كده على الفرقه. عملتوا كم معسكر؟ كم معسكر دي؟ يعني انا يعني هو طبعا المعسكرات الماتشات زي ما حضرتك. لا انا بتكلم على في فتره الاعداد، وبالتالي ما بين الموسمين كان في ما بين الدورين عملنا معسكرين ما بين الدورين، وعملنا المعسكر الاعداد كان طويل جدا، حوالي اربع اسابيع. وبعد كده في الماتشات كنا ساعات بنقفل على نفسنا بالثلاث ايام قافلين واخدين الفريق. ده احدى الايجابيات يا استاذ محمد اللي حضرتك اثرت ليها. احنا من اول الموسم يا استاذ محمد لم نتحدث مع اي وسائل اعلام خالص خالص، وده الحمد لله كان من احدى اسباب، مش كرهنا او زعلنا من الاعلام ولا حاجه، ولكن كنا عايزين نقفل على الفريق في كل حاجه، في كل حاجه. فقفلنا على الفريق فعلا، ولا تصريحات للعيب ولا المدير الكوره ولا رئيس جهاز الكوره ستلو مشهور ولا الكباتن والكابتن سامي ولا الكابتن حليم، كله قافل على نفسنا لغايه قلنا اما نصعد ان شاء الله نطلع ونتكلم ونفرح كلنا مع كل الناس. لا وكلنا فرحانين بحضرتك. وكابتن عماد كان بيسالك على المكافاه، يعني هو لسه اول ما دخل قال انا عايز اسال بس سياده العميد على المكافئات بتاع الصعود، فاخبار المكافئات ايه؟ قول له ما تقلقش يا عماد، وكله شغال، انا قاعد فيه لغايه الساعه 6 الصبح، شغال لغايه 6 الصبح ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نطلعه قريب ان شاء الله باذن الله. عايز تقول له حاجه؟ طبعا انا اول برحب بيك طبعا في قناه الاهلي. هو مدير كوره نموذجي والله والله والله، مش مجامله ليه، يعني يضاهي حتى هو عارف الاسم اللي انا بقوله عليه على طول، يعني واحد من انجح المديرين الكوره اللي الواحد شافهم في حياتي، اداريا فنيا اخلاقيا كل حاجه، في ظهرك في اوقات كتيره جدا جدا، كان في ظهرنا هو اللي داعم لينا، فانا بشكره. لكن هو فيه عيب صغير بس هو وحيد، انت اكيد عارف يعني. بس عارفه كابتن يا سياده العميد علاء، بس انا عايز اقول لك ان انا اللي قلت موضوع المكافاه، بس ايه كابتن عماد ما قالش حاجه عشان عارف ان الدنيا عندكم، يعني انت عارف ايه العيب؟ ايه العيب؟ لا انا هي وصلتني بس يعني ربنا يسهل ان شاء الله كده يجي معانا هنا واحنا هنعرف نصلح العيب ده. حبيبي شكرا يا لولو سامي، واشكرك يا حبيبي، وانا فخور والله يا استاذ محمد، والله بجد اقسم بالله انا فخور ان انا بشتغل مع الكابتن تامي والجهاز الفني كله، فخور جدا باللعيبه اللي كانت معايا السنه دي، فخور جدا بالجهاز الاداري، رئيس ستلو مشهور، رئيس جهاز الكوره سياده العميد عمرو المدير الاداري، كل الجهاز الفني طبعا، وفوق كل ده ودوت انا بشكر سياده اللواء باسم الداعم الرئيسي للفريق، واللي هو كان له الفضل بعد ربنا الفضل الاكبر بتبني هذا المشروع اللي الحمد لله في نهايه الموسم اثبت ان هو كان قرار صائب جدا ان هو يعين كابتن سامي مصطفى. بالتوفيق ليك يا كابتن سامي، وانا فخور ان انا اشتغلت معاك تاني، وفخور اللي ان شاء الله باذن الله نكمل المسيره مع بعض، وباذن الله نعمل نتائج كويسه مع الفريق ان شاء الله باذن الله. سياده العميد علاء السعداني مدير جهاز الكوره، طبعا مدير الكوره بفريق حرس الحدود، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، صراحه كلام ومهم للغايه. دكتور حيدر،
عايز اتكلم مع حضرتك على بعض الامور. الحاله البدنيه ما شاء الله كانت يعني فريق الحرس كان بيجيب اجوان في اوقاتها الى حد ما كمان متاخره في المباريات. الحاله البدنيه وما شاء الله يعني اللعيبه بتحس انها واقفه على رجليها في اخر ماتش في الصعود، حتى هدف الصعود كان متاخر، يعني قدرتوا ازاي تركزوا على هذا الامر؟ اولا حضرتك سمعت من كابتن سامي واستاذ العميد علاء وكابتن عماد مدى فتره الاعداد ومدى كان قوتها، ودايما احنا عندنا كناحيه نظريه بحته ان احنا دايما بنقول فتره الاعداد دي فتره الوصول للفورمه الرياضيه، ان انا اقدر اعد الولد بحيث ان هو يقدر يشتغل طول المنافسه يحافظ على الفورمه الرياضيه بتاعتها، والفتره اللي احنا دي فيها بيسموها علميا فقد الفقدان النسبي للفورمه الرياضيه، فازاي ان احنا نعمل اكتساب للفورمه الرياضيه دي مرحله طويله جدا. احنا اشتغلنا بالظبط شهرين واسبوع، بدانا شهر في القاهره، بعد كده عملنا ثلاث اسابيع معسكر مغلق في اسكندريه. ثلاث اسابيع في اسكندريه دول عملنا فيهم مباريات تجريبيه، المباريات دي كلها كابتن سامي كان بيطلب انها تتصور ونشتغل عليها، محاضرات تحليل للكباتن كلهم اللي موجودين في النادي، اتفرجوا على الاخطاء، نصلح نشتغل. عملنا كميه مباريات تجريبيه، احنا بنوصل في يوم معين ان احنا كنا بنعمل ماتشين في اليوم الواحد، ازاي بنلعب بفرقتين يعني فرقه اساسيه، والكابتن سامي من اول يوم ما عندوش حد اساسي وحد احتياطي نهائي، اللي بيشتغل ويتعب طول الاسبوع بيشتغل. فبدانا نشتغل على فتره الاعداد، فبفضل الله تعالى احنا اشتغلنا عليها بكفاءه عاليه جدا بشهاده الجميع في النادي. طول الموسم في شغل معين الكابتن بيطلبه، فبدانا نحافظ على الوصول ان احنا نحافظ على الفورمه الرياضيه دي، ان الولاد دايما يبقوا في حالتهم البدنيه، وده ساعدنا كتير جدا بالدكه بتاعتنا، ان الدكه بتاعتنا طول ما هي كانت كويسه جدا فده ساعد الكابتن ان الدنيا كلها تشتغل بالاسلوب العلمي اللي احنا اشتغلنا عليه. وفوق ده كله ان مدى الالتزام اللاعبين كانت فيه، مهما احنا كنا بنشتغل او جهاز بيشتغل ومعاك لعيبه مش قد المسؤوليه، انما كان لعيب عندنا في استجابه سريعه، اكيد والاستجابه دي كلها من كافه الجوانب. يعني لما نيجي نتكلم معاهم كابتن سامي يتكلم معاهم مثلا في شغل التكتيك بتاع الملعب استجابه، في البدل استجابه، النفسي استجابه. وكان كابتن عماد حلمي دايما انا اشكره لان هو كابتن بمعنى الكلمه، كان دايما بيحاول يفهم اللعيبه ان مدى الضغط اللي كابتن سامي عليه الكابتن سامي عامله عليهم ضغط، مش ببالغ في الكلام، احنا مضغوطين ضغط كبير جدا من يوم 1/7. طيب انا هقول ان احنا مضغوطين احنا كجهاز من يوم 1/6، انما الفرقه مضغوطه جدا من 1/7، مفيش اي نوع من انواع الاستهانه في اي قرارات، كل اللعيبه دي استحملت الضغط الجامد دوت عشان حاجه واحده، ان احنا نقدر نوصل نبقى احنا في المكان. عندكم تارجت، عندكم هدف عايزين توصلوا له، والهدف ده احنا سعينا عليه بكل قوه، وكان في اداره دعم لنا في كل الحاجات اللي احنا عايزينها، كان في تعاون مثمر جدا وتوجيهات جميله جدا من كابتن سامي، اعتماده على كافه افراد الجهاز بكفاءه. فانا دايما بقول ان كان في جهد احنا عملناه كله، برجع اكرر المره المليون، فنتيجه ان كابتن سامي قمصان بيدي كل واحد حقه. كابتن عماد، انت كنت حاسس انك مبسوط وانت بتلعب ماتشات في الحرس؟ يعني الماتشات بالنسبه لك ممتعه طريقه لعبكم السنه دي طبعا. السنه دي يعني مش عايز اقول لك ان انا يعني مثلا الواحد لعب كتير دوري ممتاز، السنه دي اتعلمت حاجات كتير كنت بلعبها في الدوري الممتاز. يعني في الدوري الممتاز كان عموما يعني نيجي نتمرن عادي، التمرين العادي تمرين ايزي، وبعد كده تمرين ايزي وكره طويله احنا السنه دي 8 شهور كلهم ضغط، تحفيز من الكابتن، تحفيز جمل، تكتيك طول السنه. يمكن بقى لنا مثلا تمرين او اتنين كده دلوقتي اللي هو بقى ايزي بقى. لعبت في كام مركز السنه؟ لا هو مركز المساك بس. ما لعبتش في مركز ثاني؟ لا ما لعبتش في مركز ثاني، كان مساك. لا كان طول السنه بقى، يعني طول السنه ضغط ضغط ضغط، تحفيز جمل وكل حاجه، لحد يعني الكابتن حفظنا. خلينا انا كسيرتي باك مثلا اتعلمت حاجات كتير، ان انا خلاص ازيد بالكوره ايه، في باك في قدام، هو كمان بيحب يبتدي يحضر من تحت. لا التحضير ده عندنا رقم واحد. حتى لو الفرقه ضغط علينا، حتى الماتش بتاع امبارح الفرقه ضغط علينا من قدام، كنا بنحضر والجون يطلع وكل حاجه. دي سمه من السمه الاساسيه السنه دي اللي احنا عملناها، ان احنا نحضر من تحت، نبدا من تحت، وربنا كرمنا ونجحنا كتير. يعني كنتوا حاسين ان انتوا مستمتعين بطريقه الاداء؟
وغير الطموح ان انتوا عايزين تكسبوا وتصعدوا. طبعا هو كان اساسا السنه دي الكابتن كان الاستحواذ عنده رقم واحد. استحواذ وفي بدايه السنه كان في ضغط. بس استحواذ ايجابي. ايجابي. لان كلمه استحواذ في بعض بياخدها بيقول لك انا عامل استحواذ. لا. انت شفت كام كره على الجون؟ لا استحواذ كان انت فين الشوط الثاني؟ صح. طبعا انا كلامي باين ان هو واصل يعني انت فين الشوط الثاني؟ انا حتى ذكرت الدكتور حيدر ان الشوط الثاني فريق الحرس موجود وبيسجل وده بيبين الناحيه البدنيه ماشيه ازاي لان في بعض الارقام بتبين انا بسجل كم هدف او بكم مباراه بقدر ان انا اخلصها على مدار ال 90 دقيقه. في فرق الشوط الاولاني بتبقى زي الفل تقع الشوط الثاني تماما من اسباب فنيه واسباب بدنيه. فانتوا ما شاء الله عندكم استحواذ لكن ايجابي فكنتوا مستمتعين انت وزمايلك بهذا الامر. طبعا كنا مستمتعين السنه دي وربنا اكرمنا السنه دي وكان في لعيبه عندها استجابه. في لعيبه عندنا لعيبه صغيره وعندها استجابه ولعيبه وان شاء الله ربنا هيكرمها السنه دي. لو كملت الحرس اهلي وزمالك هيتخانقوا عليهم اذا ما مشوش السنه دي. في عندنا لعيبه يعني بسم الله ما شاء الله. انا كنت لعبت دوري ممتاز. لا احسن من الدوري الممتاز كمان. انت حاسس بان في مستويات كابتن سامي نقاها يعني عملت فارق معاك؟ عمل فرق كبير. احنا السنه اللي فاتت مع احترامي يعني السنه اللي فاتت كان فرق الدوري الممتاز كلها لعيبه كبيره وبتاع. كابتن سامي السنه دي اختار لعيبه معينه نجحت السنه دي نجحت نجاح غير طبيعي. يعني هو بيحسب برضو للجهاز الفني كابتن احمد ان ممكن في بعض الاوقات لعيب عنده اسمه بس ما عندوش طموح فما باخدش المردود اللي انا عايزه منه بنسبه 100%. وده اللي كابتن سامي عمله السنه دي معانا. حسيت ان يعني الامر ده حصل كده. نفعت كتير ولاعيبه يعني لاعيبه رجاله اشكرهم كلهم طبعا السنه دي تعبوا معانا السنه دي تعبوا وتعب جامد وكانوا مضغوطين طول السنه لكن في الاخر الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين بالصوت. طب انا عايز اسالك برضو اصعب ماتش بالنسبه لك السنه دي كان ايه؟ هي طول السنه كلها كانت صعبه مش عايز اقول لك السنه كانت صعبه والله ما كان في حاجه صحيح. والله العظيم كابتن سامي عذاب كده والله طول السنه كانت صعبه صعبه واللي مش عايز اقول لك لو ما عملش كده الفرقه هتقع. طول ما هو كان ضاغطنا بنبقى كويسين. طول ما الكابتن كان ضاغطنا على طول كنا بنبقى كويسين. كان دايما هو والكابتن حليم والكابتن مكي طبعا بشكرهم الثلاثه يوم تعبوا معانا كتير تعبوا مع اللعيبه كتير في كل حاجه والله. وكانوا بيدوا فرصه لكل اللعيبه. يعني كابتن سامي كان بيدي فرصه لكل اللعيبه اللي بره واللي جوه. اللي بيتمرن كويس كان بيخش اللي بيتمرن كويس يخش حتى لو هو بعيد. وكان دايما بيقول لنا كلمه في الاجتماعات على طول ان انت مش شرط ان انت تلعب دلوقتي وكاس الفرقه انت ممكن يبقى ليك دور معين وكاس الفرقه. كان عندنا كمثال مثلا ريعو كان بدا السنه وكان ماشي كويس جدا قعد فتره اتصاب قعد فتره طويله ما يلعبش هو اللي كسبنا وجاب جون الصعود. ده من ضمن الحاجات اللي كابتن سامي كان بيقولها مش شرط ان انت تلعب على طول وتكسب الفرقه انت ممكن تلعب خمس دقايق وتصعد فريق حرس حدود. ودي كانت سمه من السمات الاساسيه عندنا في حرس في اللعيبه ان اي حد كان بيلعب ما كانش حد بيزعل. اللي بره ال 18 كان بيبقى قلبه على اللي في الملعب كلنا كنا على قلب رجل واحد. فده سبب من اسباب النجاح يعني هو ده عنوان النجاح وده عنوان الصعود. دكتور طبعا احنا عندنا النهارده فقرتين. الفقره الاولانيه معانا كابتن عماد حلمي ودكتور احمد حيدر وفي الفقره الثانيه هيبقى معانا كابتن محمد عبد المنعم وكابتن حسن مجدي. ففي النهايه كابتن يعني معلش بقى هقول لك يا كابتن احنا دايما بنقول للمدربين الاحوال يا كابتن. فكابتن احمد حضرتك تقول ايه بقى طبعا بعد الصعود وكلمه اخيره كده للجمهور ولكل المسؤولين. طبعا انا اولا بشكر اداره النادي شكرا. بشكر الجهاز الفني اسما كل واحد. بشكر الدكتور اسلام بشكر احمد عيد شوقي مصطفى درويش كل الجهاز كابتن ناصر كل الجهاز اللي معانا كان سعيد سعيد ساعدنا كتير جدا 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 في السنه الصعبه جدا جدا فوق ما اي حد يتخيل. بشكر طبعا زوجتي الدكتوره مي لانها بامانه شافت سنه غريبه السنه دي عليها كتير قوي. بشكر احمد ابني الصغير ومي بنتي وابويا وامي والحمد لله وكتر خيرك على المستضافه الجميله دي. ده شرف لي كابتن عماد. طبعا يعني في البدايه اشكر طبعا اداره النادي بقياده اللي هو باسم واللي هو رمضان واللي هو سامي واللي هو مشهور والعميد عمرو وطبعا مدير الكره بتاعنا اللي تعب معانا السنه كتير العميد علاء السعداني وطبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن سامي والكابتن حليم والكابتن مكي والدكتور احمد والكابتن اسلام والجهاز الطبي. طب اللعيبه مش تاخد شكر منهم؟ كلهم هيجوا طبعا كل الناس تاخد الكابتن اسلام ومصطفى شوقي واحمد عيد واخواتنا طبعا اللي تعبوا معانا السنه دي كتير قوي مصطفى درويش ومصطفى جمال
وبشكر طبعا اللعيبه كلها تعبت معانا السنه دي، بشكرهم كلهم، وبشكر والدتي واخواتي وزوجتي واولادي طبعا اياد وملك. طيب هتعملوا ايه السنه الجايه في الدوري؟ ان شاء الله ربنا يكرم، وان شاء الله ان شاء الله مش هتبقى طلوع كده بس، لا هنبقى هنثبت نفسنا ان شاء الله، وهتبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. لسه مستمرين مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفصل اوعى تروح بعيد عشان نبدا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا احتفالنا بفريق حرس الحدود والعوده للممتاز للمره الثالثه في تاريخه. بينضم الينا نجوم فريق حرس الحدود، هبدا بالهداف كابتن محمد عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن، والف سلامك. سلامك. يعني المشوار كان طويل وصعب، وانت اللي جايب هدف الصعود كمان، يعني حاجه جميله جدا. الحمد لله، ده تعب 9 شهور من الاداره والجهاز الفني ولعيبه، لعيبه رجاله. بشكر الجهاز الفني اي معانا بدور كويس جدا، وخاصه الكابتن سامي. كابتن سامي انا معاه من اكتر من 8 سنين في شبين، وده زي والدي كابتن سامي، والحمد لله يعني اتعلمت منه حاجات كتيره، فرقت معاه كتير قوي في الكوره، واكتر سنه يعني الحمد لله ربنا كرمني فيها وبالاهداف وكده، وخاصه السنه دي يعني اتعلمت فيها حاجات كتيره منه قوي، الحمد لله يعني. ألف مبروك. الله يبارك فيك. وأيضا الكابتن حسن مجدي، لعيبة من اللعيبة المخضرمين، ألف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. الله يبارك فيك. يعني برضه سنة صعبة جدا، وقدرتوا إن أنتوا ترجعوا مرة تانية لمكانات حرس الحدود. أه طبعا الحمد لله، يعني إحنا كان في كابتن سامي كان دايما يقول لنا إن ده مش حلم، إن حرس الحدود يبقى في الدوري الممتاز. ده حقيقة، نادي كبير واسمه كبير، وأنتوا لعيبة كويسة، ولازم تبقوا موجودين في الدوري الممتاز. وكان يعني كل الكلام كان دايما كده، اللي هو اللي حرس الحدود هو فعلا اسم كبير ونادي كبير ولازم يبقى في الدوري الممتاز، واحنا كان كل شغلنا على كده يعني. وطبعا زي ما منعم بيقولوا، اللعيبه قالت يعني 8 شهور فعلا تعب يعني. كل اللعيبه بتقول ان ما فيش حد عمل فتره الاعداد اللي احنا عملناها دي، حتى اللي لعب قبل كده في اي نادي. ما شاء الله كلكم يعني فتره اعداد مفيش اوزان خالص. لا لا لا، واوزان وكل حاجه، كنا مركزين في كل حاجه، وربنا كرمنا، وكان تعب يعني، واحنا كنا مؤمنين بان ان شاء الله هنتعب فربنا هيكرمنا، وده اللي حصل فعلا يعني. جد وجد. على فكره كابتن حسن مجدي هو شقيق كابتن بهاء مجدي، لاعب نادي الاسماعيلي، واحد من اللعيبه المميزين اللي دايما بيمتعونا بادائهم. طبعا نجمنا الكبير كابتن سامي، واحد من اللعيبه على فكره كان حريف جدا، الاجيال اللي ما شافتش كابتن سامي مصطفى كان حريف جدا جدا جدا، لحد دلوقتي ممكن ينزل يلعب مع اللعيبه ويقدم معاهم حاجه من الحاجات الجميله. احنا محضرين له حاجه صغيره من اسر قناه النادي الاهلي، نطلع نشوفها ونرجع نكمل كلام. هو واحد من اللاعبين القلائل الذين جمعوا بين الموهبه والاخلاق. عشق ساحرة المستديرة منذ نعومة أظفاره، مرتديا قميص النادي الأهلي. هو النجم الأهلاوي سامي قمصان، أحد المميزين داخل القلعة الحمراء، من أصحاب المهارات العالية، الذي كان يحظى بحب من قبل الجماهير الأهلاوية. بدأ قمصان مسيرته مع الأهلي وهو في سن 19 سنة، عندما انضم للفريق موسم 95-96 وحتى موسم 2001. بدأ سامي قمصان مسيرته الكروية في نادي غزل شبين، الذي انتقل من خلاله للنادي الأهلي عن طريق الكابتن أنور سلامة ومحمد رمضان، نجوم الأهلي السابقين، بعدما أعجب الثنائي بمهارات اللاعب، ليلعب ضمن صفوف الفريق الأول ولينجح في إثبات نفسه ليكون أحد الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها أي جهاز فني يتولى تدريب القلعة الحمراء. أحرز سامي قمصان مع الأهلي هدفين، كما حقق مع الفريق 5 بطولات للدوري العام، وبطولة إفريقيا، وبطولتين لكأس مصر، والبطولة العربية والسوبر، قبل أن يرحل عن الأهلي موسم 2001 لينضم لبلدية المحلة بعدها الإسماعيلي وأسمنت السويس،
وظهر معهما بمستوى متميز. نجح مع المنتخب الأولمبي في الحصول على دورة الألعاب الإفريقية، ونجح في إحراز هدف في النهائي. في عام 2008 أعلن سامي أمصان نجم الأهلي السابق اعتزاله اللاعب. سلك طريق التدريب داخل صفوف فريقه الأول غزل شبين ثم ناشئ الأهلي، ليترك بصمة في صفوف القطاع ولينجح في تصعيد أكثر من لاعب مميز للفريق الأول قبل أن انتقل لتولي تدريب منصب المدرب العام مع فريق حرس الحدود مع عبد الحميد بسيوني. ثم أتيحت له الفرصة ليكون الرجل الأول داخل الجهاز الفني لفريق حرس الحدود. منذ بداية الموسم الجاري كان في حرس الحدود ونجح معه نجاحا باهرا بعدما قاد الفريق للتأهل للدوري الممتاز مرة أخرى، استرد عرشه وسط الكبار من جديد ليظل أمصان أحد العلامات البارزة في تاريخ النادي الأهلي. يعني دي أقل حاجة نقدمها الكابتن سامي أمصان، واحد من اللعيبة اللي مميزة ومن المدربين الصراحة اللي ما شاء الله أول خطوة ليه أنه يصعد مرة تانية للدوري الممتاز، وإن شاء الله يكون له شأن كبير جدا. كابتن سامي، نرجع تاني لمشوار الصعود ومشوار الصعوبة في أن أنت بتنافس فرق عليه ليها أسامي، طبعا نادي البلدية من الأسامي الكبيرة جدا، في كفر الشيخ، في فاركو، وأندية لحد ما كمان بتصرف صرف أكتر من فريق حرس الحدود، إزاي تغلبت على هذا الأمر؟ اولا طبعا معروف ان المجموعه الثالثه دي من اقوى الفرق في الدوري الممتاز، لانها فيها انديه جماهيريه كبيره وانديه لعبت في الدوري الممتاز من اكثر المجاميع اللي فيها فرقه لعبت فيها الغزل وفيها المنصوره، غزل، المنصوره، البلديه، المحله، دمنهور، كفر الشيخ، اولمبي، فرقه فاركو بامكانياتها الكبيره، فكان حوالي بتتكلم في 9 فرق، فكان منافسه صعبه جدا. لكن احنا دايما وسياده اللواء باسم كان دايما بيقول ان المال او الفلوس مش كل حاجه، لا، الفكر اهم من الفلوس. ممكن يكون معاك فلوس ما تقدرش تدير كويس، لكن ممكن يكون معاك فلوس قليله تقدر تصرفها في المكان المناسب. هو ده اللي احنا عملناه، جبنا لعيبه ممكن يكون احنا من اقل الميزانيات الموجوده بالفرق اللي بتنافس، سواء فاركو بامكانياتها الكبيره، المحله، البلديه، كفر الشيخ، الاولمبي، فرق كبيره ممكن تكون عامله ميزانيه اكبر من الميزانيه بتاعتنا، لكن احنا كان عندنا حاجه اهم ان اللعيبه نفسها عاوزه تحقق الهدف ده، وده نقطة مهمة جدا اشتغلنا عليه، ان انت تقدر، يعني الفلوس سهل تجيبها دلوقتي انما بعد كده تفقدها، انما سهل ان انت تزود نفسك بامكانياتك، بقدرك، اللي انت تعلي فرقتك، اللي انت تعلي نفسك، اللي انت تبقى لعيب محقق حاجة عشان كل الناس هي اللي تطلبها. فهو ده اللي اشتغلنا عليه، والحمد لله يعني كان زي ما قلت لك من الاول ده مشروع اللي هو باسم اتبناه واحنا سعينا عليه، والحمد لله اللعيبة قدرت تنجحه، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله تكمله للمشروع دوت، وان شاء الله نحقق حلم النادي ورجوع للنادي حرس الحدود لمنصات التتويج تاني، لان حضرتك عارف من اخر 10 سنوات ممكن نادي حرس الحدود من ثالث فرقه بعد الاهلي والزمالك حقق بطولات، فرقه كبيره، فرقه لها تاريخ، قدمت لمصر لعيبه كبار، مدربين كبار اشتغلوا من خلالها، كابتن حلمي طلان اللي بشكره كان راجل داعم لينا بشكل كبير، هو كابتن طارق العشري وكابتن ابو طالب العيسوي، كابتن عبد الحميد بسيوني، الناس ديت ساعدتنا كتير جدا، كانت بتدعمنا كتير جدا، بشكرها. بشكر كمان دكتور سامي نصر، واحد من الناس اللي كانت بتدعمنا كتير في اوقات كتيره، دكتور احمال ومدرب في انبي ومع كابتن طارق العاشر دلوقتي. بشكر الدكتور احمد عبد اللطيف برضو من الناس اللي ساعدتنا جدا جدا، لانه الناس دي انتمت للمنظومه دي وعارفه يعني ايه قيمه النادي دوت، فبشكرهم من خلال حضرتك واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد عبد المنعم، فرحة هدف الصعود وفرحة كبيرة جدا وما حدش كان مصدق، يعني في كل الملعب تتقلب، يعني هتبقى تكلمنا على الهدف دوت. فرحة ما تتوصفش. انا زمايلنا هيجيبوه دلوقتي برضه هنتكلم معاه صوت وصورة، بس يعني اوصف لي الهدف وبداية الهجمة. كنت بتلعبوا مين اصلا؟ كنا بنلعب الحمام. بنلعبوا فرقة الحمام. معاك كابتن علب ابراهيم فرقة الحمام دي اعتقد. الاول فاول صح؟ فاول بس كده. بس هو اللي جاب رياو. اللي جاب الجول رياو. اللي جاب الجول رياو. يعني اتكلمنا طبعا عن الهدف دوت، لان كلكم يعني جريتوا جارية، ما حدش بقى ايه يعني. انا كنت في الماتش دوت يعني، والملعب ترتان وكده وانت عارف لعيبه الكوره بتبقى الموضوع صعب،
فكابتن في اخر خمس دقايق يعتبر انا طلعت في اخر خمس دقايق، بس انا عايز احكي اللي انا كنت في اخر خمس دقايق دي لما طلعنا وقعدت فبتكلم مع الناس كفر الشيخ عملت ايه وبتاع كفر الشيخ. هو ده الهدف حتى يعني مصطفى ما شاء الله يعني مصطفى رايح يقول انا هجيب جون هجيب جون ما شاء الله يعني تحس ان هو فعلا في تصميم يعني مصطفى عافية. رايح ما شاء الله حتى يعني بعد المعافره بتاعت مصطفى نزلت لريعه رغم ما شاء الله برده بشماله حتى حلوه يعني حسن يعني اوصف لي الفرحه دي اوصف لي يعني كنت بتعمل ايه يعني فين في الملعب حسيت بايه بقى بعد الهدف ده انا شخصيا هما كانوا بيحتفلوا كده وانا كنت واقف ورا في نص ملعبنا ما بعملش اي حاجه انا مش مصدق لان انا كنت عارف ان الوقت خلاص يعني هو فاضل 3 دقايق او 4 دقايق والماتش هيخلص فربنا يعني كرم اللقطه دي فيها 1 2 3 4 من الحرس عايزين يجيبوا جون وفي ناس بره 18 كمان واقفه يعني هو لان الماتش كان خلاص هيخلص فاللي هو الجون كان يعني في وقت صعب جدا وفرحه طبعا يعني وانتوا في بتلعبوا الحمام ده عايزين بقى نتكلم على كابتن سامي قال لكم ايه قبل الماتش ركزتوا في ايه والماتش كمان الفوز اتاخر لا وهو كان كل كلام ان ده ماتش صعود يعني مش محتاج كلام يعني انت يعني تعب السنة كلها في الماتش ده اللي هو انت مش هينفع بأي طريقة تطلع الماتش ده لو انت كسبان لازم فكان كل تركيزنا على كده يعني ومن أول دقيقة بس الحمد لله يعني المكسب اتأخر بس الحمد لله جه في آخر الماتش الحمد لله بالنسبة لك كان ايه أصعب مباراة ماتش الحمام ولا كان في ماتشات تانية كانت أصعب بالنسبة لك انت لا انا بالنسبه لي يمكن كان هو ده لان الماتش صعود وكمان بره ملعبنا مش احنا ملعبنا والملعب كمان ترتان فكان التركيز كان اعلى وكنا يعني كان هو ده بالنسبه لي اصعب ماتش انما اي ماتشات تانية كانت بتبقى يعني معظم الماتشات كانت بتبقى على ملعب نجيله على عندنا فكان انا عايز برضه اقول لساده المشاهدين انت ممكن تشوف الملعب شكله حلو لا لكن طريقه اللعب عليه والارض بتبقى ناشفه لحد كبير وربنا يعني يستر بيبقى فيه حالات صليب كتير لان الارضيه دي ما بتبقاش واخده السوى يعني المفروض تاخد كذا طبقه من الرمل عشان يتحط عليها النجيل الصناعي ولكن احنا للاسف عندنا بنقوم على طول حاطين الامر فبيبقى صعب جدا على لعيب الكوره ما بيبقاش حابب ان هو يلعب هنا صح ده حقيقه طبعا فعلا هو اتمنع كمان في المباريات الدوليه اللعب على النجيل الصناعي عشان صعوبته يعني عشان بيبقى صعب جدا على اللعيبه منهم انت جبت كام جون السنه انا 11 11 جون ما شاء الله ويعني ابرزهم بقى كان في 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 مين في المنصوره في المنصوره كسبتوا الماتش ده كام كسبنا 1-0 كسبتوا 1-0 ده هدف الفوز يعني من ماتشاته كان في ارض المنصوره كان في المنصوره عشان كده احرزت في مين جون كان بالنسبه لي انا عاجبني عشان كان فيه مهاره يعني انت بتحب المساحات يعني يعني كل الاجوان اغلبها بتحب تجري انت في مساحات وتروح دايما على الجون مين دايما بقى اكتر واحد بيدي لك سروهات لا المفروض انا اللي بلعب انا اللي بدي السروهات هو اللي بيدي السروهات لا انت يعني بكمل كويس يعني مين اللي بيتعاون معاك مين اللعيب اللي انت بتحس ان هو على طول بيبص انت فين ويدي لك الكوره احمد حسين بتعملوها في التمرين كتير احمد انا وهو يعني نعتبر بنلعب كوره لعيبه كوره فقريبين قوي من بعض نفس الفكر وقريبين قوي من بعض في اللعب يعني حتى احمد جيلنا بين الدورين فرق معايا قوي بقى جنب مني بنلعب انا وهو بنروح للجون كتير وانت بالنسبه لك غير ماتش الحمام في ماتش صعب جدا حسيت ان انت يعني او فرقه حرس الحدود تعبت قوي عشان تفوز فيه ماتش البلدين بلديه الدور الاول ده كان في البلديه كنا وحشين قوي الشوط الاول وطلعنا الكابتن سامي حتى في اليوم ده جه قال لنا انا مش عارف يعني مش هقدر اتكلم لان احنا لو عملنا حاجه هستنى التوفيق من ربنا لكن انا مش هقدر اقول لربنا حاجه لان احنا ما عملناش حاجه واتكلم معانا ان احنا لازم ننزل الشوط الثاني لازم نكسب وكان الماتش ده كنا خسرين الماتش قبله وكنا محتاجين الماتش ده قوي فنزلنا تعادلنا والحمد لله جبت انا الجون الثاني جون المكسب فرقت معاك الكلمه ديت يعني او انت وزمايلك طبعا يعني ان انتوا ما عملتوش حاجه لازم تعملوا حاجه لازم نعمل حاجه عشان انا اطلب من ربنا ايه اطلب من ربنا التوفيق لما اتعب لكن ما تعبتش وبالنسبه لك الكلام كابتن سامي ما بين الشوطين وقبل الماتش بيفرق معاكم كلكم طبعا بيفرق كتير يعني كابتن سامي يعني ما شاء الله يعني انا حتى بقول له قلت لي على طول جوارديولا الكره المصريه ما شاء الله يعني الناس بتقول له لعب الكوره وبتبدا من تحت مانشستر سيتي لازم يكسب الدوري لان ويست بروميتش وبنحيي صراحه حجازي عمل ماتش هايل على لوكاكو
وكسبوا 1-0 في الاولد ترافورد، وادوا الفوز، يدوا الدوري، يعني حجاز ادى الدوري لجراديولا عشان يحقق اول بطوله دوري انجليزي بالنسبه له. فاتفضل بقى، يعني ايه انتوا بتتابعوا طيب المحترفين بره؟ طبعا بصراحه بالنسبه لكم طبعا حاجه، طبعا حاجه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه يعني، ربنا يوفقه. حسن انت لعبت دوري ممتاز قبل كده، وكان عندك تجارب في الاسيوطي، وكان عندك تجارب في بعض من الانديه، كان كلامك ما بينك وما بين زمايلك اللي ما دقوش الممتاز قبل كده كنت بتقول لهم؟ طبعا يعني الدوري الممتاز حاجه تانية خالص، يعني اي حد طبعا يتمنى يلعب ان هو دوري ممتاز. والسنه دي انا صعدت مع الاسيوطي دوري ممتاز، كان يعتبر نفس السنه، كان يعني نفس اللعيبه طبعا كويسه جدا، اللعيبه كلها بتحب بعض. الهدف الرئيسي ان احنا نصعد دوري ممتاز، مش مين يلعب او مين ما لعبش والكلام ده. فانا شفت ده من اول السنه، من اول فتره، فكنت يعني على يقين. حتى احنا يمكن كنا في الدور الاول، كنا مركز ثاني فرق 3 نقط، انا كنت واثق ومتاكد ان احنا هنصعد ان شاء الله ربنا، لان اللعيبه غلبانه ولعيبه كويسه ولعيبه كله بيحب بعضه. فيعني كنا حتى اللعيبه كلها حسيت ان روح الفرقه، يعني الفرقه مقفول عليها بالظبط كده، بالظبط عندكم هدف واحد بالظبط، مفيش حد بيزعل على اي حاجه، اللي يلعب اللي يطلع اهم حاجه ان احنا نكسب. حتى اللعيبه اللي كانت تطلع بره ال 18 مش في الماتش كانت بتسافر تيجي ورانا، يعني المسافات بعيده كانت تيجي وتحضر الماتشات، محدش بقى بيلو بوز بالظبط، لا مفيش الكلام. فده كان يعني حاجه اساسيه بالنسبه للصعود، يعني حاجه اساسيه من اللي هي خلتنا نصعد يعني. طب انت جبت كام جول السنه؟ لا انا عملت 4 اسيست، ما جبتش جول. 4 اسيست جاهز، عملت ضربتين. 4 اسيست، عملت ضربتين جزاء. الحمد لله، جاب ضربات جزاء، جاب ضربات جزاء. انتوا السنه دي يا كابتن معدل الاهداف الكبير، يعني كنت حاطط في دماغك ان انت طريقتك الهجوميه دي عايز تحرز اكبر عدد في اهداف؟ طبعا ده مهم جدا، لان صعوبه الدرجه دي اللي انت تجيب الجول الاولاني. وبعد ما تجيب الجول الاولاني، واحنا دايما كنا بنتكلم معاهم كلنا كجهاز، ان اسهل وقت تقدر تجيب فيه جون بعد الجون، وبرده اسهل وقت يجي فيه الجون بعد الجون. فكان مهم جدا ان انت تفكر في الجون الثاني بعد الاولاني، هو ده اللي كان بيساعدنا في كده، لان ده بيقتل المباراه بالنسبه لنا. طول ما الماتش بيبقى متعلق بيبقى بيدي الفرصه للفرق الثانيه يبقى عندها امل. ده الحمد لله اللي احنا كنا بنسعى من خلاله، ان احنا نجيب اكتر من جون في المباراه. يمكن في اوقات كتيره في ماتشات كتيره كسبنا 1-0 بس، لكن بتبقى خوف الفرقه برضو، ان انت خايف ان الماتش اللي قد لا يحصل منك حاجه، فبتامن نفسك اكتر. لكن كان اللعيبه عندها دوافع هجوميه كبيره، الحمد لله حققنا من خلالها اهداف كبيره الحمد لله. وبالنسبه لك يا كابتن برضو تاني اقل عدد من الاهداف، يعني ازاي قدرت تعمل التوازن؟ انا دايما كنا بنقول لهم برضو ان الفرق الكبيره مهم جدا اللي انت تبقى صفر، مهم جدا، لان انت ممكن في اي وقت من المباراه تجيب جول، انما لو لا قدر الله جه في الجون بيبقى الامور صعبه جدا، خصوصا الفرق اللي احنا بنلعبها. نادي الحرس بالنسبه لهم فرقه كبيره، لازم بيقاتل اللي هو قدام الحرس، نفسه يلعب في فرقه زي الحرس، نفسه يقول للجهاز اللي انا احسن من اللعيبه اللي موجوده عندك. فكان دي بتبقى بنلاقي صعوبه فيها شويه، لكن الحمد لله اللعيبه لما بدات تستوعب كلامنا، فكان الامور ان شاء الله الامور كانت بتبقى اسهل شويه يعني. عبد المنعم، احلى جون السنه دي جبته في مين؟ من المنصوره يعني. انا بتكلم على صعوبه، يعني كنت بسالك ساعتها على يعني اصعب جون، احلى جون انت حسيت ان في الفرقه كلها بتلعب كره جماعيه وانت ترجمته الجون، كان المنصوره برضه؟ لا، اصعب جون كان البلديه. كانت كره كانت مرتده وراح مدي الفرود بتاع الفرقه، وانا كملت وراه يعني. كانت ان كنا متعادلين 1-1، ومدي وهو ماشي بالكره، انا بجري وراه عارف ان انا ايه اللي هي هتجيل، يعني عندي احساس كبير قوي ان هي هتجيلي. فمدي شاطها فردت فعلا من ايده الجون وجات لي، وانا الحمد لله ربنا كرمني ودخلت حاططها. بالمناسبه انا جايب حوالي 5 تجوان بدماغي وانا مش هقدر اصلا. يعني انت فعشان كده برضو من اللي الصعبه. طب انت كنت بتركزوا بقى في يعني كابتن سامي بيحب موضوع التخصص ده جدا، كان بيعمل لك حاجات في وسط التمرين ان انت تلعب بدماغك كتير؟ كابتن سامي كان بيخصص لكله، والمساكين والنص الملعب والفراوده، بنشتغل كل حاجه لوحدها وبنجمع ده كله بقى في اللعب. يعني طب كنت حاسس ان انت الشغل اللي انت بتاخده في التمرين، وعايز برضو حسن يشاركني في الامر ده،
هو اللي بيحصل في الماتش. طبعا انا حتى كان كل كلام كابتن سامي لينا ان انت حاول اللي بتعمله في التمرين هو اعمله في الماتش، ما تحاولش ان انت تعمل اي حاجه اكتر من كده. انا بشبهه، هو ده دايما اللي كان بيحصل يعني. بشبهه بمدرس الثانوي الشاطر في الثانويه، كان يقول لك كذا تروح تلاقيه في الامتحان. هو كده. طب احنا حسن جاي له مكالمات، فيا ريت يقول الو. الو الو يا ابو علي. فيليكس. فيليكس. عامل ايه؟ الحمد لله. بمد على كابتن محمد وعلى على حسن وعلى منعم وعلى الكابتن الكبير قوي كابتن سامي. يعني بنحييك يا فيليكس، وانت عليك طلب شديد يعني، كله عمال يسال عليك صراحه. الف مبروك الصراحه. اصلا قليل الكلام شويه. بس انا كنت عايز اقول حاجات يعني كده بخصوص كابتن سامي يعني. اتفضل. الفرقه وعن الحاله الواحد عايشها يعني في النادي ده بالذات. طب اتفضل. اول حاجه كابتن سامي يمكن من اكتر الناس اللي الواحد يتعلم منه حاجات كتير جدا. اتمرنت مع مدربين كبيره، يمكن افضل مدرب اتمرنت معاه هو كابتن حلمي طولان، لانه بيزودك في كل حاجه يعني، بيشتغل عليك حتى لو كان بيجي عليك بالكلام او بيزعق لك. ده عشان هو بقى شايف فيك حاجات كويسه وعايز يطورها فيك. نعم. في حاجات كتير قوي كانت ناقصه لعيبه كتير قوي عندنا من اول فتره الاعداد اللي تعبنا فيها جدا جدا. طور كل الناس يعني، يمكن حتى اللي ما كانش بيستوعب الكلام ده يعني كان بيبقى صعب اللي هو بقى ليه دور معانا. يمكن من اول السنه لغايه الفتره دي لعبنا تحت ضغط غير طبيعي غير طبيعي، لان تعبنا جدا فتره الاعداد بطريقه ما تخيلهاش يعني. كنا طب فيليكس، ايه اللي كان بيهون عليكم الضغط ده؟ كان بيهون كده كان حب اللعيبه لبعض، ان اللعيبه انا اللعيبه كلها بتحب بعض بطريقه غير طبيعيه. ان دي هي الحاله يعني سبب من الاسباب اللي احنا صعدنا فيها. حتى اللي كان بيخرج بره ال 18 كان تلاقيه بياخد العربيه ويجي على الماتش. طب وحسن ليه انت كل ما تتكلم يقوم ضاحك؟ مش عارف حسن مجدي. انا عايز اساله بس. انا جاوب بس. انا جد في الكلام. انا عايز اسالك بس يا فيليكس، الجواب وصل ولا لسه؟ ايه؟ الجواب وصل ولا لسه؟ انا استناه بقى من بعد الماتش. جواب ايه طيب؟ جواب الشكر. جواب الشكر. لا بينهم يا جواب الواحد ما بيحبهاش دي. فيليكس، السنه دي موسم بالنسبه لكم استثنائي في كل حاجه يعني، اديتوا لعبتوا كوره حلوه وكان معاكم انديه كبيره جدا يعني. مثلا انت كنت متوقع ان انتوا تصعدوا وفي اسامي كبيره زي البلديه وزي المنصوره وزي الغزل؟ والله بالنسبه اللي احنا بداناه فتره الاعداد ما كانش في حد فينا من اول اصغر حد فينا اكبر حد اللي احنا مش هنسعى يعني. انا عايز اقول لك ان في ماتشات كنا بنعمل فيها 40 باص 30 باص، وده كان كله نتيجه شغل فتره الاعداد. يمكن في ماتشات عملنا فيها 30 باص فنشنا بقى بجوان يعني. ده كان من نتيجه الشغل الفني اللي احنا كنا بناخده. يمكن كل ماتش كان بيبقى فيه تمرينه على الماتش اللي احنا هنلعبه. نعم. ويبقى الكابتن يتكلم فيه يعني، اللي بيقوله بالظبط في التمرين هو اللي بيحصل في الماتش. يمكن احنا في لعيبه ما كناش بنستوعب الكلام ده ونلاقيه فعلا في الماتش، نيجي الشوط الثاني ونروح نازلين كسبانين ومكسرين الدنيا فيه. ودي من اهم العوامل. فيليكس، انت عارف كنت بتتفرج على فيليكس بقى اللي كان موجود مع كابتن سامي قمصان في الاهلي؟ في الاهلي طبعا. طب يعني استاذ معلوه كان، انا شفته وكان راح الانتاج كمان فتره، وتعرف ان هو لعيب جامد جدا. لا بس هو في الاهلي كان حاجه ثانيه يعني، كابتن سامي يقول لك كان في الاهلي حاجه ثانيه. احمد فيليكس ده يعني احمد فيليكس في ماتشات الاهلي والزمالك بالذات كان يعني بيبقى له حضور مميز جدا. لا هو كان حاجه جامده جدا في اي حاجه. طب يا كابتن سامي، فيليكس من فيليكس الاصلي طبعا يعني. وقد موسم معانا استثنائي بشكره وبقول ان شاء الله الجواب ان شاء الله بعد الماتش اللي جاي ان شاء الله هيكون وصل. هيكون وصل ان شاء الله. بشكرك يا فيليكس. كله خير، اهم حاجه بعد استفدنا السنه. بشكرك يا فيليكس والف مبروك ليك ولكل زمايلك على الصعود مره ثانيه للدوري الممتاز. انجاز كبير جدا ومهم لفريق حرس الحدود. كابتن سامي، كنا بنتكلم على طريقه اللعب وطريقه الاداء، وما شاء الله انتوا وفرتوا كل الامكانيات بوجود مجلس الاداره والدعم واللعيبه. ما بين يعني في انتقالات يناير، هل كان في بعض المراكز اللي كنت حابب انك تدعمها وقدرت فعلا تدعمها؟ طبعا الحمد لله، حتى ربنا وفقنا بالاختيارات. احنا جبنا طارق سالم رجاء، جبنا صالح موسى برضه من رجاء، اثنين اضافتين كبار جدا بالنسبه لنا. اسلام شرقيه اضافه كبيره بالنسبه لنا، جبنا مصطفى
من مصر التعدين، حارس مرمى برضو واعد وما شاء الله من اللعيبه الكويسه جدا. احمد حسين اعاره من نادي النصر برضو من اللعيبه اللي انا بتكلم عليه ان هو من اللعيبه المهاريه جدا، اللعيبه المميزه جدا دي، عملت عندنا حاله من المنافسه، خلت اللعيبه عندها دوافع اكبر، خلت المنافسه اختياراتنا احنا اكبر، بدل ما بعد ما كنت تفكر في واحد اتنين لا اختياراتنا بقت اوسع واكبر، خلت روح منافسه كبيره بين بين اللعيبه وبعضها، واثروا معانا في ماتشات مؤثره جدا يعني. طبعا سامي انا برضو عايز اخد نقطه مهمه جدا، انت حضرتك حققت الجزء الاولاني من المشروع وهو الصعود للدوري الممتاز، توعد الجمهور بايه في الدوري الممتاز عشان احنا وقتنا قرب ينتهي؟ طبعا حضرتك عارف الدوري الممتاز صعوبته، لكن انا بقول هي كره واحده في كل الدرجات، سواء الدرجه الثانيه او الدرجه الاولى، اللعيب هو اللي بيخلي اي ماتش سهل اي ماتش صعب، اللعيب هو دايما اللي عنده دوافع، اللعيب اللي عنده طموح ممكن يوصل لابعد مكان، ممكن حضرتك بتقول لمنعم وحسن على محمد صلاح، محمد صلاح من سنتين او ثلاث سنين او اكتر كان لعيب في الدرجه الرابعه في اسمصون، وبعد كده المقاولين، وبعد كده بازل، وبعد كده انتقل لحد ما وصل لاعلى الدرجات وبينافس احسن لعيبه في العالم دلوقتي. فالقرار بيد اللعيب في الاول، احنا عندنا طموح كبير جدا كاداره جهاز فني، عاوزين نحقق حاجه كبيره لينا وللنادي والجمهور اللي بيحب نادي حرس الحدود، عاوزين نرجع النادي تاني، لكن العنصر اللي هيخلي الامور دي ترجع هو اللعيب. فان شاء الله اتمنى ان اختياراتنا تبقى احسن الفتره اللي جايه، استمرارنا اللعيبه اللي احنا هنختارها يبقى افضل، وجود اللعيبه واستمرارها معانا اللي هتكمل معانا اللي هي تعبت واخلصت واشتغلت معانا تحت كل الضغوط ديت حقها اللي هتكمل وتثبت للناس اللي هي لعيبه واعده. وزي ما قلت لحضرتك ان دايما نادي حرس الحدود بيقدم رساله للناس، فالرساله دي من ضمنها ازاي تطلع لعيبه كويسه. وحضرتك اتكلمت عن مكي وكابتن حليم واحمد عبد الغني واحمد عيد والهرده وكل واحمد عاصم وكل الناس اللي لعبت قبل كده مكان كانت لعيبه مغموره نادي الحرس برزها بشكل كويس، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكرر التجربه كده دي. كابتن سامي شرفتني ونورتني والف الف مبروك. شكرا يا استاذ محمد، وانا سعيد جدا وسعيد اكتر بالنادي الاهلي، وسعيد اكتر ان دايما النادي الاهلي في ظهرنا، دايما النادي الاهلي هو ظهر لينا، ونحس ان بنستمد قوتنا منه ونجاحنا منه. اتمنى له كل التوفيق الفتره الجايه. احنا هنعمل حلقه ثانيه نتكلم فيها في الكوره بقى، النهارده كانت طبعا احتفاليه طبعا صعود. طبعا كابتن محمد عبد المنعم يعني بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. دايما كده في تالق باذن الله ان شاء الله. كابتن حسن مجدي بشكرك شكرا جزيلا والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك وشكرا ان شاء الله كده في تقدم باذن الله. امين يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. ده كان حوارنا النهارده واحتفالنا بنجمنا كابتن سامي قبصان وتاهل فريق حرس الحدود وايضا بنجوم الفريق النهارده. الصراحه استمتعنا بوجود هذا المشروع اللي واحد من ابناء النادي الاهلي كان بيعمل عليه، وما شاء الله وصل انه ينجح ويعود مره اخرى بفريق حرس الحدود للدوري الممتاز، ونتمنى التوفيق باذن الله لفريق حرس الحدود. شكرا وصول لكل طاقم العمل كل الموجودين، ان شاء الله النادي الاهلي دايما عنده لقاء مهم جدا في الدوري امام وادي دجله يكون في انتصار. ودايما هقول لحضراتكم وافكركم اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي.